شكرا سيد الرئيس. أود بداية أن أشكر المدعي العام السيد لويس مورينو أوكامبو على إحاطته، ونقدر جهوده وجهود مكتبه لأنها تساهم في حماية المدنيين الليبيين وتحقيق سيادة القانون. سيد رئيس، ذكر لبنان أنه بتاريخ 22/2/2011 أدان مجلس جامع الدول العربية في اجتماعه الطارئ الارتكابات بحق المدنيين الليبيين كونها تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويذكر أيضا برسالة المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، والتي طلب بموجبها من مجلسنا محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين الليبيين أمام المحكمة الجنائية الدولية. ونعبر اليوم أولا عن قلقنا العميق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، وكذلك من استمرار نظام القذافي الفاقد الشرعية في ممارساته الإجرامية بحق شعبه، لا سيما في مصراتة والزنتان والزاوية وغيرها، كما أنه لا يزال لا يتورع في استخدام الأسلحة الثقيلة والقنابل العنقودية ضد المدنيين. وما يزيدنا قلقا هو ما سمعناه حول هذه الجرائم من السيدة نافي بيلي مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان. ويرحب لبنان بالإجراءات التي قام بها مكتب المدعي العام خلال الشهرين الماضيين فيما خص الحالة في ليبيا، ويثني بالمناسبة على تعاون دول الأطراف وغير الأطراف كذلك المنظمات معه بحسب ما جاء في التقرير. وهذا التعاون يشكل استجابة لقرار مجلس الأمن 1970، وهو رسالة واضحة من المجتمع الدولي لحماية المواطنين الليبيين من الارتكابات التي تعرضوا لها ولا يزالون منذ 15 باط الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يشيد لبنان بأسلوب عمل المدعي العام من أجل حماية الشهود وعدم تعريض حياتهم للخطر بسبب مساهمتهم في كشف الحقائق، وهو بذلك يتسم بدرجة عالية من المسؤولية المهنية. يشدد لبنان على أهمية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المروعة لحق الشعب الليبي المتعطش للحرية. ونعتبر أن نجاح المحكمة في مهمتها سيشكل وسيلة ردع للمستقبل أيضا، وأداة تصدر الستارة عن مرحلة وثقافة من الإفلات من العقاب. من هنا فإن نرحب بما أعلنه اليوم المدعي العام من اقتراب جهوزيته لتقديم ادعاء ومذكرات توقيف. في الختام، يطلع لبنان إلى أن تكون العدالة طريقا لتقليص قهر وأحزان عائلات الشهداء في ليبيا ولتخفيف آلام الجرحى والمعذبين، وأن تساهم بعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم وبعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الشقيقة. وشكراً.